المرة دي هنتكلم عن النصب اللي العالم كله شافه امبارح، النصب التذكاري للحياة الإنسانية. الفكرة جت ازاي؟ والله الفكرة يعني على بساطتها، يعني أنا بشوفها جمالها فعلا في البساطة. هو زي أشبه بالأحلام الطفولة، يعني الواحد بيصحى كل يوم على حوادث يعني تشيب. الضحايا بدأوا يبقوا أرقام أكتر ما هم أرواح إنسانية. فكانت الفكرة إن إحنا طب هنضيع هنكرم ضحايا الكنيسة ولا المسجد ولا ضحايا نيجيريا ولا ضحايا اليمن. العالم محتاج كله يتكرم. فلما دورنا حبيت أدور طيب هي المشكلة فين؟ لقيت المشكلة إن إحنا بنفقد إنسانيتنا كل يوم مع كل اعتداء. فقررنا إن إحنا طب وهي الإنسانية دي إيه مصدرها؟ إيه هنحييها إزاي؟ فقررت أجيب أبسط أشكال الفطرة، القلب اللي بنقائه زي ما اتولدنا بيه، ونبدأ نقول للناس إن دي دعوة إن إحنا نبدأ نحس تاني، يعني نبدأ إن الحاجات دي تحرك قلبنا. وقررت إن أنا أعرضها على منتدى الشباب، والإدارة بتاعته رحبوا بشكل غير طبيعي وقالوا لي ده بالظبط اللي إحنا محتاجينه، ومحتاجين نحيي إنسانيتنا. وكان الشعار اللي خدناه مصر في مهمة لإحياء قلوب العالم، إحياء الإنسانية. وبعدين لما بدأنا نعرض ده على الفنانين بره في العالم، يعني الترحاب كان غير طبيعي. الناس كلها عايزة تشارك، الناس كلها شايفة إن دي يعني إنيشيتيف عايزين يبقوا جزء منها، مبادرة عايزين يبقوا جزء منها. فدي كانت البداية.